الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدكتور خلفاوي بن عمر، مدير مركز التعليم المكثف للغات التابع لجامعة قاسم رباح ورقة. بادئ ذي بدء، أهنئ كل طلبتنا الأعزاء على نجاحهم في شهادة البكالوريا، ونتمنى لهم مشوار دراسي جامعي إن شاء الله حافل بالنجاحات. في هذه العجالة وفي إطار الأبواب المفتوحة التي تنظمها جامعة قاسم رباح ورقلة، سنحاول أن نعرفكم باختصار ما هو مركز التعليم المكثف للغات. مركز التعليم المكثف للغات هو سلك من الأسلاك المشتركة التابعة للأمانة العامة لمديرية الجامعة، مثل كل مراكز التعليم المكثف للغات المتواجدة بالجامعات الجزائرية. ما هو الدور تاعه؟ الدور تاعه هو يقوم بمرافقة الطلبة وحتى زملاء الأساتذة أو الموظفين العمال أو حتى من خارج الجامعة، وذلك لتمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية. حاليا مركز التعليم المكثف للغات بجامعة قاسم رباح ورقلة على مستوى المخابر تاعه لدينا اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية، وكذلك الترجمة. يعني بدينا بالترجمة في المستوى الأول وهو الانيسياسيون، المدخل إلى الترجمة، وثم بعد ذلك الترجمة تراديكسيون براتيك، وبعد ذلك الترجمة تاع الاختصاص لا تراديكسيون سبيسياليتي. و عندنا أيضا لغة أخرى مبرمجة وهي اللغة الروسية. يتم التسجيل بصفة عادية على مستوى المركز، يعني بالنسبة للطلبة بتقديم شهادة التسجيل في الجامعة أو شهادة مدرسية، بالنسبة للعمال أو الموظفين بتقديم شهادة، يعني شهادة عمل، وأما بالنسبة للخارجين عن الجامعة يتم تقديم يعني ملف بسيط. بعد ذلك يتم إجراء امتحان إثبات المستوى على ضوء يعني نتائج إثبات المستوى. نحدد المستوى، وحاليا نعمل بالاتفاقية الأوروبية لو سي او سي ار، هذه الاتفاقية الأوروبية المشتركة الخاصة بتحديد المستويات، وهما المستوى A1 A2 B1 B2 C1 C2. دونك بعد ما يجرى الامتحان نحدد المستوى بالنسبة للطالب، ويبدأ الطالب في التكوين في اللغات بحجم ساعي يتراوح ما بين حسب الاتفاقية الأوروبية ما بين 60 إلى 80 ساعة. احنا حددنا 60 ساعة لكل مستوى. على بعد إتمام هذا الحجم الساعي يكون هناك امتحان يعني نهائي حتى نرى إن كان الطالب قد تحصل على يعني كل العملية تخص التي تخص يعني إتقان اللغة التي كان يدرسها. وتجرى عادة هذا التعليم يجرى على فترتين، يعني الفترة الأولى اللي تكون في السداسي الأول، والفترة الثانية اللي تكون في السداسي الثاني. دوك يحتوي المركز على مخابر للغة، عندنا حاليا 3 مخابر، ونحن بصدد انشاء مخبر رابع، يعني باش يكون فيه الطلبه، لانه الدراسه تتم على مرحلتين. المرحله الاولى بالنسبه يعني للغه في المخابر، يعني حتى يتمكن الطالب من اتقان يعني اللغه يعني بالتواصل عن طريق الاوديو فيزيال. ثم بعد ذلك تكون يعني فتره ثانيه لتتم في القاعات التدريس، وذلك من اجل التحكم في قواعد اللغه، يعني بكل يعني باش نلخصوا العمليه، يعني الطالب حتى يتمكن من اتقان اللغه، يعني يجب عليه ان يتواصل يعني بطريقه انتراكتيف وعن طريق الاوديو فيزيال في المخبر اللغه. ثم بعد ذلك يعني تكون هناك حصه واحده اخرى في القاعه لي يعني التحكم في قواعد اللغه. يعني خلاصه القول أننا نرافق المتعلم على مستوى مركزنا حتى يعني يتحصل
على المستوى من المستويات التي ذكرتها، أي A1 أو A2 أو B1 أو B2 أو C1 أو C2. هناك نعمل أيضا بمراجع، يعني مراجع وكتب خاصة بكل لغة، وهناك أيضا يعني تدريبات لتتم مع الأساتذة المختصين في هذه اللغات على مستوى المخابر. هذا يعني بصفة يعني ملخصة عن ما الدور اللي يقوم به مركز التعليم مكثف اللغات على مستوى جامعة قاسم بن بحرورقة. ونطلب من طلبتنا الأعزاء أن يعني يتقدموا ويجوا ويشرفونا بحضورهم. المركز راه متواجد يعني على مستوى كلية الطب، أمام البريد تاع البريد المواصلات الخاص بالجامعة، يعني ديفون لو سياج تاع البي تي تي نتاع جامعة قاسم بن بحرورقة. دونك حضوركم هنا يشرفنا، وباش نزيد نعطيكم معلومات دقيقة وتزورونا وتشوفوا المخابر اللغة وتكون عندكم فكرة يعني باش تطالعوا. هذا من جهة. من جهة ثانية لدينا صفحة خاصة، يعني في الصفحة الرئيسية لجامعة قاسم بن بحرورقة، عندما تدخلوا لصفحة جامعة قاسم بن بحرورقة هناك يعني على اليمين، انتبهوا هناك على اليمين لو سي او سي سي او اي ال سونتر دونسينمون انتنسيف دي لونغ، يعني تدخلوا فيه تشوفوا يعني معلومات واحدة أخرى. ولدينا أيضا صفحة في الفيسبوك، يعني يسوفي ديكري سونتر دونسينمون انتنسيف دي لونغ تاع جامعة قاسم بن بحرورقة، وتدخلوا الصفحة حتى تعني تتمكنوا من متابعة كل النشاطات اللي يقوم بها المركز. ودوك هذا هناك صفحة اللي في الصفحة الرئيسية تاع الجامعة، وهناك صفحة في الفيسبوك. وبيان سور حضوركم هنايا تاني نزيدوا باش نعطوكم توضيحات أخرى. وحاليا رانا بصدد إنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية 2019-2020، يعني مع نهاية هذا الشهر تنتهي، وسن إن شاء الله نباشر في التسجيلات للسنة الجامعية 2020-2021. وأخيرا أهنئكم مرة أخرى على حصولكم وعلى نجاحكم بشهادة البكالوريا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على مستوى مركز تعليم مكثف اللغات، وشكرا.